بسم الله، فيديو جديد النهاردة هنتكلم فيه عن كروت التستر الخاصة برامات أجهزة اللابتوب. الكارت ده أنا أقول لكم إيه وظيفته وطريقة استخدامه. طيب، الكارت ده أولا بتوفر منه أنواع أو أجيال. الكارت ده DDR4 260، وده DDR3 اللي هو 204، والDDR2 اللي هو 200. الكروت دي وظيفتها بكل بساطة ان هي بتعرفك في اتصال سليم مباشر بين بنك الرامات وبين الكنترول بتاع الرامات ايا كان وجوده فين. يعني ممكن يكون الكنترول ده جوه الشيبسيت او ممكن يكون جوه المعالجات اللي هي الجديدة. طيب، ايا كان الجيل اللي انت بتتعامل معاه، والكارت ده بس بيأكد لك ان في اتصال مباشر سليم بين بنك الرامات وبين الكنترول بتاع الرامات. طيب، الكارت ده بيشتغل ب 2032 بطارية اللي هي متوفرة عندنا دي بشكل طبيعي. الكارت زي ما احنا شايفين بيكون موجود عليه للدات. للدات دي بمجرد توصيل الكارت، ودلوقتي هنشوف ازاي. بمجرد انارة كل الليدات دي دليل على سلامة الاتصال بين بنك الرامات وبين التشيبسيت. يعني في اتصال سليم بين الخطوط دي كلها وبين التشيبسيت. جميل. طيب، خلينا نشوف طريقة استخدامه عشان الصورة تكون واضحة. طيب، طريقة الاستخدام انك بتفصل الشاحن عن الجهاز او البوردة اللي انت شغال فيها، بعد كده بتفصل البطارية خالص، بعد كده لازم تتأكد ان مفيش اي ستاتيك في اللوحة وشبات اللوحة. الضغط على سويتش الباور لمدة 30 ثانية. كده تقدر تستخدم الكارت وتكون ضامن النتيجة او القياس يكون سليم معاك. طيب، خلينا نفتح نشوف بنوك الرامات، نشيل الرامات بتاعتنا. تمام. طيب، هنا بشكل اوضح ادي بنوك الرامات معانا، وادي كارت التستر عليه بطارية 2032. بمجرد توصيل كارت التستر في انارة لجميع الليدات الكارت، ده دلالة على سلامة الخطوط الواصلة بين بنك الرامات وبين الشيبسيت او بين المعالج حسب الكنترول. عدم انارة بعض الليدات دي، ده دليل اللي فيه عدم اتصال بين البنك وبين كنترول الرامات. ده طبعا راجع لعدة اسباب، كارت طبعا مش هيقولك الاسباب دي. اما بيكون بنك رامات فيه مشكلة، او خطوط الاتصال بينه وبين الشيبسيت فيها مشكلة، او الشيبسيت فيها مشكلة. فدي وظيفة كارت التستر. اتمنى يكون الفيديو مفيد وواضح بالنسبة لكم. لو في اي استفسارات اكتبولي تحت في التعليقات على قناة اليوتيوب.